رجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات، ومن كام يوم تم الإعلان عن مشاركة مصر في مسابقة ملكة جمال الأمم، وتحديدا تم ترشيح إسراء البليسي ميس إيجيبت أول نيشنز 2019. طيب يعني المسابقة دي عبارة عن إيه؟ إيه كواليس ترشحها؟ خلينا نعرف كل الإجابات دي دلوقتي من إسراء. يا إسراء طبعا يعني في الأول كده ألف ألف مبروك على الترشح للمسابقة وفوزك. ميرسي. يعني اكيد هي حاجه قويه وكبيره جدا، واضح ان هي يعني محتاجه مجهود كبير قوي منك، صح؟ تمام. قولي لي، هي المسابقه المفروض انت بداتيها هنا في مصر عشان تحصلي الاول على ميس ايجيبت اول نيشنز 2019 اللي منها هتسافري على الصين، صح؟ تمام. بدات امتى؟ هي بدات تقريبا، هي اول مره اول سنه مصر تشارك فيها، وتم ترشيحي عن طريق دكتور امل رزق، هي المنظمه بتاعت مسابقات ملكه جمال مصر. فبعتت الورق بتاعي على اساس الشروط اللي هم طالبينها. هم بيكونوا طالبين في المسابقه دي بالذات طالبين مودلز يكونوا شاطرين في المجال بتاعهم، اكتيف على السوشيال ميديا. فهي على الاساس ده رشحتني والحمد لله اتقبلت. انت اصلا بتشتغلي ايه؟ انا مودل، مودل 6 سنين مودل، يعني واضح كده من الشيب يعني. اوكي. فانت اصلا كنت موجوده في ميس ايجيبت؟ يعني انا واخده التايتل في ميس ايجيبت سنه 2017. انا كنت ميس ميرميد ايجيبت 2017. ميرميد. ايوه. واو، يعني عروسه البحور يا جماعه. أيوة. طيب قولي لي، المفروض ان المسابقه دي هتقام فين؟ الصين. في الصين. هتسافروا اخر الدنيا بالظبط، هتكتشفوا بقى يعني الصين. ايوه. طيب المفروض انه غيرك واخد برضو ميس مثلا امريكا فور اول نيشنز 2019 وهتسافروا هناك. اكيد المسابقه دي صعبه لانه بيشارك فيها مش بس بنات بلدك، لا انت بتشاركي بقى العالم كله في المسابقه دي. بالظبط كده. قولي لي المسابقه دي تقريبا كام مرحله؟ هي زي اي مسابقه جمال بتتعمل، بيكون ليها كذا مرحله، يعني انترفيوز، ناشونال كاستيوم، تالنت، كذا مرحله لحد ما بنوصل للفاينل. هتسافري امتى المفروض يا اسراء؟ ان شاء الله 11/1. يعني انت خلاص كمان ايام معدوده. أيوة. جدا. وبتستعدي دلوقتي ازاي؟ بستعدي دلوقتي ان انا بجهز الحاجات اللي المفروض هاخدها معايا، واهم حاجه فيهم هي الناشونال كاستيوم، لان المسابقه اصلا الفكره بتاعتها او الهدف بتاعها هو التبادل الثقافي بين الدول. فانت دلوقتي بتظبطي بقى الاوتفيت بتاعك، الكاستيوم بتاعك علشان. أيوة. تظهري بعمله حاجه معينه وملكه معينه. طبعا اللي بيساعدني في كده الفاشن ديزاينر بتاعي شريف نصر. هو فنان طبعا، فهو بقاله فتره مركز ازاي نعمل ده ونعمله باحلى شكل يطلع. ينفع تقولي لي اخترتي لونه ايه وشكل انهي ملكه وكده ولا ما ينفعش؟ لسه. كل الكلام ده حتى انا ما شفتوش خالص يعني. اساسا بس انا واثقه في ذوقه، لان هو دايما كل حاجه بكون انا فيها بيعمل لي حاجه تحفه، فانا واثقه ان شاء الله. او انت اي حاجه عليكي هتبقى حلوه على فكره. يا اسراء انت اصلا يعني انت المفروض الواجهه بتاعتنا دلوقتي، واحسن واجهه ممكن على فكره تشرفنا في ميس ايجيبت اول نيشنز 2019. ان شاء الله تحصلي عليها. بس اكيد بنفسك تقريبا كام ملكه من كام دوله؟ هي 45 بالظبط. كتير قوي. وهناك هتقعدوا قد ايه المفروض في الصين؟ 21 يوم. 21 يوم بالظبط. طيب انا بعرف اللي اعرفه يعني ان ال 21 يوم في اي مسابقه ملكه جمال بيكونوا 21 يوم قاسيين جدا، بيبقى جداً. كلهم شغل. عندك فكره عن اللي هتعمليه هناك؟ اكيد. يعني هي اول فتره بتكون انترفيوز، ان انا مثلا نعرف ثقافات. تمام. حلو فستانك قوي. ميرسي. شريف نصر برضو. برضو والله. أيوة. شاطر، حلو جدا. جدا، مش تقليدي وافكاره جديده. لا حلو قوي. طبعا المرحله اللي بعد كده هي الناشونال كاستيوم. بعدين ده دي اهم دي مرحله بقى عندي. دي اهم مرحله في المسابقه، لان هو تبادل ثقافات. فالكاستيوم بتاعي هو ده اللي انا. وما فيش احسن من الكاستيوم المصري طبعًا. بقى الفرعوني بقى طبعا، ده هو ده قصاد. أيوة. اي حاجه يكسب طبعا. بس طيب عايزه اقول لك حاجه، انه المسابقات دي اكيد هتخوضيها في مراحل كتير. عندك فكره المراحل دي عباره عن ايه تقريبا؟ غير بقى اول حاجه انه الكاستيوم هو اللي هتعملوه، بعد كده مثلا بيبقى في حاجه بقى ليها علاقه بالفت بتاعتكم، باللباقه، بالثقافه، بالحاجات كل دي. كل حاجه. يعني بيكون في اختبارات في كل حاجه، حتى المواعيد، حتى اقل حاجه. انت اوريدي عملتي هنا مجهود عشان تحصلي على ميس ايجيبت اول نيشنز 2019. طبعًا. عملتي مجهود طبعًا. كبير بقى اكيد عندك يعني بيك اب كويس في الثقافه علشان تقدري ان انت تاخدي بيه تجربه مهمه زي دي. بالظبط كده. وشاركت قبل كده كمان في مسابقه، فانا عندي اكسبيرينس، اللي انا فاهمه اكسبيرينس كويسه. بالظبط. بعد ما ان شاء الله يعني تحصلي على لقب ميس اول نيشنز 2019، ايه المسؤوليات المفروض بتبقى عليكي؟
من ناحيه يعني احنا عندنا هنا ملكه جمال مصر لما أوكي. بتحصل على التاج بيبقى عليها بقى مسؤوليات كتير، بتعمل مبادرات، بتخوض حملات، بتكون واجهه اعلانيه او اعلاميه لحاجات كتيره جدا. طبعا كل ده نفسك تحققي ايه من خلال التاج اللي هتلبسيه ان شاء الله في ميس اول نيشنز؟ طبعا انا اهم حاجه عندي ان انا يعني اخلي ثقافه بلدي توصل، يعني توصل يعني باللي انا هعمله. طبعا غير كده بعد ما باجي بقى طبعا بيكون في كذا حاجه بتيجي قدامي ان هي تتعمل. المفروض تجتازي كم مرحله تقريبا عشان توصلي للقب؟ اربع مراحل. هو يعني هم اربع مراحل بس اكيد صعبين جدا، هم يبانوا اربع مراحل وكانهم مثلا أيوة. حاجه بسيطه بالظبط. وانت ان شاء الله هتسافري يوم 11 يوم 11 ان شاء الله الفاينل تقريبا. هنطمن عليكي بقى من هنا اكيد. هو ما فيش الحاجات دي مش هتبقى مذاعه كده؟ لا هتبقى مذاعه وكل حاجه، وطبعا على البيج بتاعت ميس ايجيبت على طول اخباري بتكون موجوده. يعني هتبقى موجوده على الهواء على تلفزيوناتنا المصريه ولا بقى تلفزيون الصين ولا ايه؟ لان هي انترناشونال مش هنا يعني ممكن اوكي نفسي انا اشوف حاجه زي دي. اكيد انت لما هترجعي ان شاء الله اكيد هيبقى معاكي اكيد وانا هناك. لا كل ده يعني عشان انا مشاركه في المسابقه فاكيد كل ده هتلاقيه على البيج بتاعت ميس ايجو. طب خلينا نتعرف بقى على احلامك انت الشخصيه، نفسك بقى في المستقبل تكوني ايه، تشتغلي ايه، تمتهني ايه؟ يعني والله ان شاء الله قريب بفكر ان انا بس يعني موضوع التمثيل هو في دماغي بس انا مأجلاه شويه لان انا معظم وقتي مش موجوده في مصر. انت دلوقتي اكيد مشغوله كمان. بالظبط كده، فمعظم وقتي ما كنتش موجوده فمأجله شويه، بس هو ده اللي في دماغي ان شاء الله. تمثيل وغير كده كمان انا برسم. الله بالظبط. فكنت المفروض يعني ادخل مجال الفاشن. بترسمي بقى تصميمات ازياء والحاجات دي؟ والموضوع يعني انا داخله فيه الايام دي ان انا دراسه، يعني هدرس الموضوع. بالظبط كده، برافو. هو على فكره يعني هو ده اللي بيبقى مطلوب من اي ملكه جمال، مش بس ان يبقى شكلها حلو، لا يبقى طبعاً. كمان محتواها كده تقيل طبعاً. عندها أكيد. حاجات كتير ومواهب كتير وكده. انت بتنمي عموما مواهبك، بتحبي الرياضه جدا، تلعبي رياضه؟ لا بس الجيم كتير. الجيم يعني بتحبي تعملي ورك اوت طول الوقت؟ طب كويس جدا. مين بقى مثلك الاعلى عموما في الحياه؟ مين مثلي الاعلى عموما في الحياه؟ انت بتحبي التمثيل صح؟ ايوه. مين بقى من الممثلين اللي انت بتحبيهم؟ مين ممثلين ولا من العادي عشان لا قولي لي؟ لا احنا عايزين نعرف كل حاجه يعني على مستوى طبعا الشخصي والاجتماعي وعلى مستوى أكيد. مامتك ربنا يخليها لك طبعا. من الممثلين يسرى. الله أيوة. جميله طبعا. سيبا نفسك تمثلي ونفسك ترسمي وتعملي حاجات كتير في عالم الازياء، ودي حاجه جميله جدا جدا. عندنا برضو في المستقبل انا عارفه انه السيدات دلوقتي ما شاء الله عندهم قدره وقوه يعملوا حاجات كتير قوي في وقت واحد، بس لو انت تم الضغط عليك انك تختاري بقى ما بين التمثيل وما بين الفاشن ديزاينر، تختاري ايه؟ ليه الاثنين؟ لا اولا الفاشن ديزاينر عشان انا اصلا بعرف ارسم وبعشق اللبس يعني، فشغلي كمان هيكملوا بعض صح؟ طبعا طبعا. الفن عموما واحد يعني كل حاجه، موديلنج، تمثيل، كل حاجه واحده يعني. واحنا عندنا كمان كانت داليا البحيري طبعا كانت اساسا موديل وبقت دلوقتي من نجوم مصر المعروفين طبعا والمحبوبين جدا. بس دايما ملكات الجمال بيكون عندهم مشروع خير بيشتغلوا عليه، فانت عندك حاجه في دماغك نفسك تساعدي بيها المجتمع طبعاً. بتاعك طبعا إيه هي؟ اكيد الاطفال مثلا اللي هم ما في يعني ما فيش حتى، انا مش قصدي اطفال مثلا ايتام او كده، لا اللي موجودين عندهم اهل اطفال مصر بس عموما ايوه عموما بس عندهم اهل بس هم ما عندهمش الفكره ان هم يربوهم صح او يخافوا عليهم صح. انت عايزه تشوفي اطفال مصر بشكل توعية. مختلف في 2019 بالظبط كده التوعيه، يعني في ناس اصلا بتربي اولادها غلط اساسا. ايه اكتر حاجه شايفه انه اطفال مصر يعني بنعلمها لهم غلط وعايزه تمحيها بقى خالص، يعني عايزه تشتغلي عليها في الفتره اللي جايه؟ انت بتقولي انا عايزه اطفال مصر يعني يكونوا افضل. احنا طبعا بنتكلم عن الجيل الجاي، خلاص احنا راحت علينا بقى مش هينفع نتعلم ايه بقى خلاص، فاحنا بنتكلم على الاجيال الجديده لسه اللي هم الجنريشنز الصغيره دي، نفسك تعلميهم ايه؟ نفسي اعلمهم ان هم اللي يعني يكونوا خايفين على يعني على حياتهم، هم اللي عايزين يطلعوا حاجه كويسه مش من ضغط من الاهالي. ان هو كل طفل هو اللي يعني يكون يشوف هو عايز ايه ويعمله، مش الاعتماد على النفس. بالظبط، مش ان هو اهلي ربوني كذا فانا هعمل كذا، لا انت تكون عايز تبقى ايه. طبعا ده الدور علينا احنا نعلمهم ده، ان احنا نقول لهم. وبرده من الاطفال نفسهم ان هم
الكبار شويه طبعا. ايوه طبعا اكيد طب اللي هو ما يكونش فيه اهمال منهم، علشان الاهمال ده بعد كده لما تكبر مش هيبقى كويس. فانت من طبعا من سن معين، مش الاطفال الصغيرين اكيد، فان انت يعني تبقى عارف انت عايز ايه، يبقى عندك طموح. مش عايش وخلاص، لا مش عايز اذاكر خلاص ما تذاكرش، لا مش عايز اعمل، لا يبقى في من جواهم طموح فعلا هم لنفسيهم، ان هو نزود ثقتهم في نفسيهم ان انت تقدر تعمل اي حاجه، تقدر توصل للي انت عايزه، مفيش حاجه اسمها هتفشل، مفيش حد يعني دايما ندفعهم كده للامام وما نحبطهمش ونخليهم دايما واثقين في نفسهم بطريقه كده، يعني نقوي من معنوياتهم. يعني دي حاجه كويسه جدا جدا. انت عارفه انه كتير جدا من ملكات الجمال بيخسروا حياتهم الشخصيه قصاد بقى الضغوطات الكتير اللي هم بيبقوا عايشين فيها، فاشن شوز وتمثيل طبعاً. ومبادرات طبعاً. وحملات وحاجات كتيره جدا. انت من الناس اللي لا مركزه انك عايزه تعملي اسره؟ لا مش دلوقتي، لا شويه عايزه تاجليها. ها انت كمان لسه صغيره، يعني مش محتاجه ان انت بسرعه تعملي ده. بالظبط. وبعدين عندي لسه حاجات كتير عايزه اعملها، لسه يعني بقول لك اكون فاشن ديزاينر وامثل. تحققي نفسك الاول يعني؟ وانا يعني كان عندي امنيه وبحققها ان شاء الله، ان انا الف العالم كله. طبعا. دي حاجه جميله جدا. لفت حاجات كتيره منه بس لسه مش كله. عارفه هي مش بس ترفيه على فكره، لان هي بتساعد وبتفيد بشكل كبير جدا، ان التجارب دي بتثقلك جدا شغلي. معنويا فادتني كتير في شغلي. ده اكيد اكيد. بالنسبه للفاشن ديزاينر اكيد طبعا هتفيدك جدا انك تتعرفي على كل الثقافات العالميه، وتعرفي التراث هنا في اللبس عامل ازاي، وهنا ومجالات تانية. اكتر ايوه اكتر كاستم انت بتحبيه ايه؟ ايجيبت طبعا. ده اكيد طبعًا. ده اكيد ده اول حاجه. بس بعد كده بقى ايه الحاجات اللي انت بتحبيها؟ احنا عندنا مثلا الزي الهندي، الروماني ممكن. الايه؟ الروماني. الله. برضه عشان هو يعني قريب من الزي المصري شويه. انا بعشق الزي المصري، يعني انا ما شفتش اي كاستيوم تاني خد عيني زيه زي الزي المصري. والله. صح عندك. أيوة. حق فعلا، احنا لما بنحطه قصاد أيوة اي يعني حاجه تانية هو اللي بيكسب. دي حقيقه، انظار العالم كلها بتروح عليه، ودايما طبعًا. ملكات الجمال وهم لابسينه في اي مسابقه دايما بيشيد أكيد. بيشيد بيشيد بيشيدوا بيه دايما أكيد. طيب وايه كمان بقى، احكي لي انت ناويه تعملي ايه تاني؟ اعمل ايه؟ طيب احنا كنا عايزين بس نتعرف عليكي وعلى احلامك، ونعرف ان شاء الله لما تاخدي او تحصلي على اللقب هتعملي ايه. واحنا مبسوطين بيكي جدا جدا النهارده، بنتمنى لك طبعا كل التوفيق. جود لك يا اسراء. ميرسي جدا ليكي. ثانك يو. شكرا جدا ليكي. ومشاهدينا طبعا النهارده كان يومنا مليء بالفقرات، اتمنى تكونوا انبسطتوا جدا معانا النهارده. نشوفكم بكره في يوم جديد بحلقه جديده من كلام البنات.